سلمى، بيقول المثل كبرها بتكبر صغرها بتصغر، بس وقت يكون عندنا مشاكل متراكمة بحياتنا بيصعب علينا حلها. لكن نور، طرق حل المشكلات من أهم القضايا يلي لازم تعالج سواء بالمدرسة أو حتى بالجامعة أو حتى بالعمل والحياة الشخصية. لنتوسع أكثر بطرائق وحل المشكلات بصرنا أن نرحب بالدكتورة لبنى بشارة، اختصاصية وهي حاصلة على دكتوراه في العلوم الإدارية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. نور، يسعد صباحك. دكتورة لبنى، يمكن الأسبوع الماضي حكينا عن المشكلة وأنواع المشكلة وبلشنا بنوع من حل المشاكل. قبل ما نبلش بالنوع الآخر، خلينا نعرف المشاهدين شو هي المشكلة، إمتى بنقول فعلا أنه عندنا مشكلة. المشكلة باختصار هو أنه يطلع عنا شيء بيعرقل لنا الوضع المستقر، أو بيخلينا غير راضين، أو ما لنا سعيدين، أو ما لنا مرتاحين. يعني أي شيء بيأثر علينا بحيث أنه نحن ما نحقق الشيء اللي بدنا إياه، سواء بالبيت أو بالعمل أو بكل مجالات الحياة، وعلى الصعيد الشخصي أو حتى على صعيد التعامل مع الآخرين. يعني بكل المجالات الحياة ما في مفر من موضوع حل المشكلات. فمعناته المشكلة هي أي عائق، تمام؟ هي باختصار شديد. وحكينا شوي عن أنواعها، كمان رح أحكيهم بس مع أمثلة هالمرة. قلنا أنه في مشكلات بيكون سببها شخصي، فهي بتكون سهلة، مثل أنه أنا عم بتأخر على تقديم مثلاً وظائفي إذا كان هو طالب، عم بتأخر تسليم مشروع التخرج وكتير مشاريع تانية، هذا شخصي، فهو الحل عنده، هي بتكون سهلة. أما إذا كان مثلاً أسبابها مرتبطة بأمور تانية مو بالشخص نفسه، عوامل خارجية، مثلاً مثل هلأ الأزمة، رب الأسرة بيقول أنا مثلاً الوضع المعيشي متراجع عندي كتير، ما في إمكانيات مادية كبيرة لأشتغل بنفس الطريقة اللي كانت قبل، أو لأصرف بنفس الطريقة اللي كنا فيها سابقا. هذا الموضوع العوامل المؤثرة عليه خارجية، وهي عوامل كبيرة ومو بإيد الشخص أنه يحلها، لكن هو ممكن يحلها أو يلاقي طرق تانية ليرفع المستوى المعيشي تبعه، يعني يزيد الراتب تبعه، لكن بدون ما يحسن الظروف، لأن هو مو بإيده يحسن الوضع الاقتصادي لدولة، تمام؟ فمعناته في امور بتكون مرتبطه بالشخص، او امور مرتبطه الاسباب تبعها بعوامل خارجيه ما بنقدر نحلها، لكن بنقدر نلاقي طرق لحتى نحل مشكلتنا فيها. هي اول صنف. لنقول في صنف ثاني اللي هي مشاكل مهمه، شخص بده يحدد مستقبله، هذا كثير موضوع مهم بالعلم مثلا، بالدراسه اي فرع بده يدرس، او شخص بده يسافر او يضل بالبلد هلا من الواقع اللي عم نعيش فيه. هدول مواضيع هامه جدا، لانه بتاثر على المستقبل وبتاثر على الشخص واللي حواليه، لانه هو مرتبط بعائله، مو بالضروره يكون هو شخص عايش لحاله. كمان في مواضيع بتكون هي غير هامه، يعني مثلا انا كان عندي مشوار طلع لي شغله ما رحت، هذا ما نو كثير موضوع مهم. فكمان بدنا نشوف هدول المواضيع اللي بتفرق بهميتها كيف ممكن نحن نحلها، قد ايه لازم تاخذ وقت مننا. اكيد المشكله البسيطه ما كثير لازم نفكر فيها، وما كثير لازم نجمع معلومات عنها، خلص نحن دغري بننتقل لموضوع اهم يعني بالحياه. فهي تفريق بسيط مع الامثله عن موضوع حل المشكلات او المشكلات اللي بنواجهها. كمان في مشكلات اللي بتجي طارئه، يعني انا وماشي بالشارع صار معي حادث، هي لازم بدها حل اسعافي. نحن بنقول لنا سياره اسعاف. بالبيت بيصير معنا مشاكل معينه بدها حل اسعافي، فهي ما في زمن كثير لحتى نحن نلاقي الحلول نفكر. تمام، ونجمع معلومات. اما في مشكلات هي لا، مع الوقت ومبينه معنا، فمعنا وقت كثير لنحلها، هي بنحلها برياحه اكثر، وممكن نشوف الاخرين كيف كانوا عم يشتغلوا فيها لنستفيد منهم. فهي باختصار عن تصنيفات المشاكل اللي ممكن تصادفنا، وحكينا جزء منه المره الماضيه. اما اليوم ممكن نحكي عن شيء اضافي، اللي هو شو المراحل اللي بنمر فيها لحتى نحل مشكله. هلا دائما، وهي مثل بنقوله وقاعده، انه لا ننط للحل، تمام؟ يعني لا تذهب مسرعا الى الحل. شو معناته؟ معناته في عندنا مجموعه مراحل تخطيط، تمام، مجموعه مراحل بدنا نمر فيها قبل ما نوصل للحل. شو هي اول مرحله؟ انا اللي رح احكيهم بكثير بساطه بدون ما نتعمق بتفاصيلهم. الخطوه الاولى هي تحديد المشكله. انا مثل ما بنقول نصف حل المشكله اني انا اعرف انه في مشكله، اقتنع والمسها. شو معناته؟ حددها تماما. كيف بحددها؟ بقول مثلا هالمشكله شو نوعها، من الانواع اللي حكيناهم قبل شوي،
مشان اعرف كيف بدي حلها. طيب هالمشكله مرتبطه فيني ولا بغيري؟ ايمت بلشت؟ ايمت ظهرت؟ معناته بحددها تماما. وحتى حكينا سابقا عن عدم السمكه، هذا وقت حكينا امثله كثيره مثل تدني مستوى التعليم او تدني الانتاجيه بعمل معين، هذا كان له اسباب، يعني ما ظهر هيك لحاله، في له بجوز 10 اسباب. فهذا هو تحليل للمشكله، عرفنا اسبابها الاساسيه. معناته حددنا المشكله بالمرحله الاولى وحللناها، بالمرحله الثانيه بنقول شو عندي خيارات؟ لانه انا بالحياه ممكن اقول فيني سافر، فيني ضل، فيني سافر وارجع، فيني اقعد هلا فتره مؤقته مثلا سنه وبعدين اذا ما زبطت اموري بسافر. معناته عندنا مجموعه خيارات بغض النظر اذا كانت هي مريحه او لا، لانه بعدين رح نختبر هي الخيارات، رح نقول انه بدنا نعمل تقييم اللي هو وقت الواحد يقعد ويفكر يقول اذا رحت شو بخسر وشو بكسب، اذا بقيت نفس الشيء. طيب هل الخساره اللي بدها تروح او اللي انا بدي افقدها اذا ضليت هون هي كبيره اكبر من اني اذا سافرت؟ طب على اي مستوى؟ على المستوى الاجتماعي عائلتي، على مستوى الدراسه، يعني هي عم نحكي على مثال انه شخص بده يسافر او يبقى بالبلد. فانا بفاضل دراستي اذا انا بدي سافر لادرس فممكن روح وارجع، بفاضل بقول انه عائلتي انا مثلا الله يخلي الاهالي كلهم فرضا اذا شخص امه لحالها انه انا فيني اقعد اتركها لحالها. فهي الامور بيصير الشخص يفاضل بيناتها. وبيقول على المستوى مثلا الاجتماعي، الاقتصادي، العائله، الاصدقاء، كل هي الامور، وطبعا بالاساس الامور الامنيه. هلا الاهم من هدول كلهم بيجي اشخاص بيقولوا لا انا عندي انا ما بقدر اترك البلد، انا بحس بالمسؤوليه تجاه البلد، وانا البلد قدمت لي كثير فانا هلا من واجبي اني ضل فيها. فمعناته بيصير بقى الشخص هو يفوت بهي الخيارات، يشوف كيف بده يلاقي خياراته. طبعا هي ما في إلا ستاندرد، كل شخص بيختلف عن الثاني وكل شخص عنده شيء اهم من شيء ثاني وبناء عليه بيقرر. فالمرحله الثانيه هي حطينا الخيارات كلها وفاضلنا اي الافضل اي الأسوأ. المرحله الثالثه اللي بننتقل لها انه انا باخذ القرار، خلص انا قررت ابقى. لما قررت ابقى شو معناته لازم اعمل؟ خلص انا بدي ادرس الفرع اللي طلع لي هون وبدي اشتغل معه لحتى انا اقدر اضبط اموري اكثر، وبدي يكون المهم راضي. ليش؟ لانه انا اللي اخترته، وانا لما فاضلت لازم اكون بقناعه تامه. تمام، معناته عندنا ثلاث مراحل لحل المشكلات اللي هن تحديد المشكله ونعرف شو اسبابها وارتباطاتها. هلا بدنا نحكي عن طريقه بتساعدنا كمان بتحديد المشكله وتحليلها. المرحله الثانيه انه احط الخيارات اللي قدامي، الثالثه اختار الخيار اللي انا خلص اقتنعت فيه وطبقه. فهي معناته هي مراحل حل المشكلات. تمام. وبنقول برجع بذكر انه ما لازم نقفز الى الحل، لازم نمر فيهم، لانه اذا قفزنا للحل معناته نحن ما قررنا صح، قرارنا غالبا رح يكون خاطئ غير اذا بالصدفه. تماما. طيب دكتوره حضرتك حكيت يعني المراحل هي مراحل ثابته ما بتتغير، شو ما كانت المشكله رح يمروا بهي المراحل، لكن الطرق مختلفه. حكينا الاسبوع الماضي عن 80-20، خلينا هذا الاسبوع نشوف شو الطريقه الجديده اللي رح نتعرف عليها. تمام، اليوم رح نحكي عن طريقه هي الاسلوب بسيط، لكن لما نطبق كل الطرق اللي بدنا نحكي عليها هي اساليب بسيطه لكن لازم نطبقها بدقه. اليوم بدنا نحكي عن اسلوب اسمه كيبنر تريجو. هذا الاسلوب هو في عندنا مجموعه من الاسئله، يفترض الواحد لحتى يحدد المشكله يعني يمر بالمرحله الاولى من حل المشاكل لازم يستخدم هالطريقه. فبيقول انه انا بدي اسال حالي مجموعه من الاسئله لكن اجاباتها بدها تكون كثير دقيقه. شلون؟ فانا بقول اول شيء شو هي المشكله؟ تجي ربة المنزل بتقول انا ابني متراجع بالدراسه، هي مشكله. هلا هو مو هو كسلان طول عمره، لان هذاك الوضع الطبيعي في تراجع، معناته هون المشكله. هلا انه هو كمان كسلان ممكن تكون مشكله بدي يطورها، بدي يطوره للشخص فحل له اياها. معناته موضوع انه تراجع بالمدرسه، او موضوع مشكلة بتمر معي أنا على خلاف دائم مع شخص معين، هي كمان مشكلة. معناته مشاكلنا هي ممكن تكون بالعلاقات، بالعمل، بالمنزل. مثلا أنا ما عم بعرف أشتغل صح هالفترة،
تمام، انه ادائي منخفض، تركيزي منخفض، كثير بنقولها نحن. معناته اول شيء بقول شو هي المشكله، بحطها قدامي مشان ما اكون انا ضايعه وفوت بمجموعه مواضيع ما اعرف اطلع منها. فمعناته السؤال الاول بهي الطريقه، ما هي المشكله؟ بنحطها ويفترض نكون نحن لامسين على ارض الواقع. بعد ما نقول ما هي، يعني وين صارت المشكله؟ هل صارت مع الطفل بالمدرسه ولا بالمنزل ولا معي صارت بالعمل او بالجامعه؟ معناته بدي احدد الموقع. ليش؟ لانه ظروف الموقع بتاثر علي. فمعناته صار عندنا اثنين من الاسئله بهي الطريقه بنسالهم لحالنا، ولازم يكونوا ما نجاوب عنهم بطريقه بسيطه او سطحيه، لا لازم تكون دقيقه لحتى نوصل لحل صحيح. ثالث شيء بنقول ايمت صارت، لانه الزمن مرتبط بعوامل كثير ثانيه. يعني انا مثلا وشغله كثير بسيطه، انه انا فرضا تراجعت اموري الماديه بالازمه، فهذا شيء طبيعي، معناته في امور مرتبطه بالازمه. لكن مثلا في شخص بيقول انا متراجع ادائي من قبل الازمه، معناته او شركه خاصه مثلا لنقول هي كانت انتاجيتها او مردوديتها عم تنخفض من قبل الازمه، معناته الموضوع ما انه مرتبط بس بالازمه، في عندها مشاكل داخليه هي بدها تشوفهم اللي ادت لتراجع الانتاجيه تبعها. تمام، فهذا الموضوع كثير بيأثر، لان هلا معظم الاشخاص بالحياه كلها عم بيعلقوا مشاكلهم بالازمه، وهذا الشيء ما انه صحيح، وهذا الشيء اللي بخليهم هن ما يلاقوا حلول ويفشلوا بحل مشاكلهم. فمعناته نحن بدنا نعرف امتى بلشت المشكله ووين وشو هي المشكله، بدنا نعرف شو الوضع الطبيعي لإلها. بس يمكن دكتورة لبنى الواقع بالمشكلة بيشوفها من منظور آخر غير اللي بيشوفها الآخرين، يعني هلأ هيدنا نحكي فيها كمان، يعني واحدة من الأسئلة اللي بدنا نذكرها. يعني لما أقول أنا مثلا شو هي المشكلة، شو أسبابها كذا، يمكن كمان اللي واقع بمشكلة في عنده ظروف حياتية ما بيشوفها كاملة أو بيشوفها واضحة، حتى الحل عنده بيكون مختلف لو حدا تاني من عيلته بيشوف هي المشكلة أو بيساعده بيحلها. هلأ بدنا نحكي تماما، كتير دقيق الحديث اللي حكيتي. هلأ بس السؤال بنقول مين الأشخاص المشاركين بالمشكلة؟ يعني مثلا اثنين مختلفين مع بعض، فهن اثنين فيهم المشكلة. ومثل ما قلنا ممكن تكون شخصية فردية لحالي، أو مثلا قطاع معين بالعمل، يعني مثلا مديرية التسويق هي اللي عندها إشكالية، فأنا بدي أعرف وين المشكلة تماما. بدي أعرف مين الأشخاص اللي هن مرتبطين بهذا الموضوع. بعد ما حددهم بدي أشوف شو الوضع الطبيعي. المستوى الطبيعي انه الولد كان مثلا علاماته 8 من 10، الطفل الطالب هلا صاروا 6، معناته بدي اشوف الوضع الطبيعي كيف كان وكيف صار هلا التراجع. لانه ممكن انا اقول متراجع بس ما حدد قد ايه متراجع، ممكن يكون هو 8 وعم ياخذ 3، هون معناته في مشكله كثير كبيره، مشكله نفسيه يعني كمان مرتبطه بعده عوامل ممكن تكون. فمعناته شو الحد الطبيعي للمشكلة، شو وضعه اللي كان سابقا، وشو وضعي أنا هلأ، قديش يعني أنا انحرافي عن الوضع الطبيعي، قديش أنا بعيدة عن العلامة 8 اللي كان ياخدها الطالب. في ناحية كتير مهمة اللي هي ما ننظر للموضوع بس من وجهة نظرنا، تماما مثل ما ذكرتي. يعني أنا بشبهها لشغلة كتير كل العالم واضحة بالنسبة لها، هي القمر. لما شخص يكون قاعد فرضا بأمريكا بيقول هلا القمر عتمة، شخص قاعد بسوريا بنفس التوقيت بيقول لا القمر ضاوي، معناته اختلاف وجهات النظر عن نفس الموضوع نتيجة مكاننا موقعنا ورؤيتنا لإله. معناته بهي الحالة شو بنعمل، شو بنقول، هل القمر هو ضاوي ولا عاتم؟ تمام، لا نحن بنصير من وصفه، يعني بنرتقي بتفكيرنا لنوصف انه القمر هو بيتأثر بمكانه وبوضعه من وجهة نظر الأشخاص اللي عم بينظروا له. تمام، لذلك بحل المشاكل مثلا بنقول فرضا انه عدم ما في رضا عند الموظفين بالعمل، لما ندرسها لهي المشكلة من وجهة نظر الموظفين بنلاقي مع المدير كمان معه تمام حق. فمنلاقي مو بس معهم حق، منلاقي الأسباب مختلفة تماماً، والمدير أسبابه مختلفة، والمواطن اللي عم يتعامل مع هدول الموظفين كمان هو ما عنده رضا عنهم، فكمان وجهة نظر مختلفة. لنحل مثل هيك مشكلة بدنا ناخد الآراء الكل ونوقف من بعيد، ونوقف من بعيد ننظر نظرة شمولية لهذا الموضوع. فمعناته من العناصر اللي بتساعدنا كتير
أو لنقول كلمات مفتاحية، يعني مثل مفاتيح لحل المشاكل، في عندنا مجموعة كلمات لازم نستخدمهم، اللي هي شو هي المشكلة، ما هي، أين حدثت، متى، أيمت صار توقيتها، كيف صارت هيك، شو الأسباب اللي أدت لإلها. فهي الاستفهامات كلها اللي بتدور حوالين المشكلة، متى وأين وكيف ومن، مين المشاركين، وهل ننجح يعني إذا ضلينا بهذا الوضع أو لا. هدول كلمات مفتاحية بتساعدنا لنحنا نحل المشكلة، تمام؟ فهيك بنكون حكينا بشكل، هي أبسط طريقة، أبسط طريقة بالطرح، لكن طبعا بالتطبيق كتير بدها دقة لهذا الموضوع. أكيد دكتورة، اليوم تعرفنا على شوية طرق، يمكن الأسبوع الجاي رح نحكي عن كيفية تطبيقها بشكل عملي. بدي أتشكر وجودك معنا، شكرا لكل النصائح اللي وجهتيها اليوم. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة لونا، مديرة التنمية في وزارة الثقافة، شكرا لوجودك.